انتهت مشاورات السويد إذن. أنجزت الاتفاقات الخاصة بالحديدة ومينائها وملف الأسرى والمعتقلين، وأخفقت في ملفات القضايا الإنسانية وتحديداً تعز ومطار صنعاء والملف الاقتصادي، وأن يسلم ميناء الحديدة لقوات الأمن. فمن تتبع هذه القوات؟ تلك هاوية أخرى. أهلا بكم. في ختام المشاورات اليمنية بالسويد، توصلت الأطراف إلى اتفاق بشأن ملف مدينة الحديدة، تضمن وقف إطلاق النار في المدينة وموانئها الحديدة، الصليف، رأس عيسى، وتعزيز وجود الأمم المتحدة والالتزام بعدم أي تعزيزات عسكرية لكلا الطرفين، وإيداع جميع إيرادات الموانئ في البنك المركزي. ملف الحديدة بالإضافة إلى ملف الأسرى والمعتقلين هما أبرز الملفات التي حظيت باهتمام دولي وأسفرت عن اتفاقات مبدئية، فيما شهدت ملفات مدينة تعز المحاصرة ومطار صنعاء والملف الاقتصادي إخفاقا نتيجة لما وصف بتعنت وفد الميليشيا في هذا الجانب. ضرب الاتفاقات هو ضرب ملغوم أيضا كالأرض اليمنية، إذن لا توجد ضمانات ولا مواثيق في التنفيذ وفي التزام الأطراف، غير أن ما هو أبعد من ذلك والتساؤلات عن طبيعة هذه الاتفاقات، وما إذا كانت هناك صفقات بعينها قد أفضت إلى هذه النتائج. تصافح الطرفان إذن وانتهت جولة المشاورات في السويد. فهل أحدث جريفيث اختراقا في جدار الإخفاق التفاوضي؟ ما تقوله النتائج إن هناك خطوات وإجراءات كثيرة أبرمت، لكنها لم تصل إلى حد الاتفاق الكامل ولا توجد ضمانات للتنفيذ. أما الإجراءات على الواقع في عرف الحوثيين فذلك شأن آخر. في اليوم السابع حملت نتائج الجلسة الختامية لمشاورات السلام محددات مبدئية حول وقف إطلاق النار بالحديدة وسحب القوات منها واستمرار عمل الميناء كممر إنساني وخاضع لإشراف أمني وفق القوانين اليمنية. وقبل ذلك كان قد تم الاتفاق على ملف الأسرى وتبادل كشوفات بالقائمة الأولية للأسرى والمعتقلين، شملت أكثر من 15,000 أسير ومعتقل من الجانبين. حضرت الحديدة وغابت تعز التي قوبل ملفها بصلف حوثي حال دون إنجاز تقدم لصالح المدينة المحاصرة من الجميع. يقول وزير الخارجية في حكومة الشرعية إنهم لم يتمكنوا من إقناع الطرف الانقلابي بفك الحصار على تعز، فيما يقول المبعوث الأممي إنه لم يتوصل إلى حل في قضايا مطار صنعاء والملف الاقتصادي. يؤكد ذلك رئيس الوفد التفاوضي للحكومة الشرعية معتبرا أن تعنت الطرف الانقلابي تسبب في عدم تحقيق تقدم في الملف الاقتصادي، وهي ورقة هامة تتعلق بمعيشة الناس وحياتهم. تنصلت الميليشيا من كل الالتزامات إذن إلا فيما يتعلق بالحديدة وملف الأسرى. يرى مراقبون أنه انتصار على مستوى الوقت والمفاوضات، كون الميليشيا هي المستفيد من تفكيك قبضة التحالف التي كانت تلتف على عنق الميليشيا في الحديدة وتقترب حثيثا من مينائها. لقد كان الحوثيون على وشك خسارة الحديدة ومينائها قبل أن تنقذهم مشاورات السويد. الأخطر من ذلك عودة مقاتليها من السجون لدى الشرعية إلى الجبهات. ما حدث خلال السبعة الأيام هي عمر المشاورات في السويد يدور حول إجراءات بناء الثقة وتخفيف حدة الوضع الإنساني بانتظار جولات جديدة. لكن عبارة سلفت لخالد الياباني يؤكد أن ذهابهم لمشاورات قادمة سيظل مرهونا بتنفيذ الحوثيين ما تم الاتفاق عليه، غير أن عبارة أخرى أطلقها الوزير تهدم المعبد فوق الجميع، وهو يؤكد أن من بين 70 اتفاقا مع الحوثيين لم تنفذ الميليشيا منها اتفاقا واحدا. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الأستاذ علي الفقيه نائب رئيس تحرير المصدر أونلاين هنا في الأستوديو، وكذلك سينضم معه آخرون عبر الهاتف. بداية مساء الخير أستاذ علي. أهلا وسهلا. مساء النور. إذن اختتمت مشاورات السويد، ما هو تقييمك المبدئي لنتائج هذه المشاورات بشكل عام؟ والله المشاورات على الرغم من الزخم الذي حظيت به منذ الترتيب لها قبل أن تبدأ والاهتمام الأممي عالي المستوى
إلا أن النتائج أو المخرجات لم تكن بحجم هذا الزخم الذي أخذته المفاوضات أو المشاورات التي حضر اختتامها أمين عام الأمم المتحدة، يعني بما يوحي بدعم غير عادي لهذه المشاورات التي كانوا يعولون عليها الكثير، والتي خصوصا فيما يتعلق بالجانب الإنساني، لأنه كل العالم يتحدث عن سوء الوضع الإنساني داخل اليمن وما وصل إليه الناس من ضيق في المعيشة وفي الأرزاق وتعرضهم للانتهاكات والمجاعة. بالتالي المخرجات أو ما تمكنوا فيه من نجاح أو نجاح جزئي في ملفين فقط من 6 ملفات مطروحة، أعتقد أنه يحمل إلى حد كبير مؤشر نستطيع أن نقول أنه أقرب إلى الإخفاق منه إلى الإنجاز، وخصوصا إذا لم يترجم هذا الاتفاق في الملفين في الواقع. نعم. على أرض الواقع التنفيذ. نعم. لأنه سنتحدث عن الملفين على حدة، ولكن قبل ذلك يعني هناك زخم أيضا بهذه النتائج وأنها إيجابية وأنه حدث يعني ربما كسر للروتين السابق في المشاورات السابقة التي كانت تفضي إلى لا شيء. الناس بشكل عام متعبون ويبحثون عن بصيص أمل، وهذا ربما ما يفسر هذا الزخم الذي تحدثين عنه، لأنه امتدت الحرب على مدار 4 سنوات وفي نفس الوقت لم تنهي المشكلة، لأنه يفترض أن الحرب تهدف إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وصنع الاستقرار للناس ليعيشوا بسلام. الآن 4 سنوات تكاد تنقضي منذ أن تدخل التحالف عسكريا في اليمن، بينما يعني النتائج ليست مقارنة بالمأساة التي أحدثتها الحرب، يعني نستطيع أن نقول أنها سلبية وجرت الناس إلى حياة أقرب للجحيم. وبالتالي الناس يرون إلى أن النجاح لو تحقق حتى في ملف الأسرى فقط لرأوه الناس إيجابيا، لأنه نحن نتحدث عن آلاف الناس يعني داخل السجون، عائلاتهم تعيش حياة بائسة تقاسمهم الوجع والألم، أوضاع إنسانية غاية في السوء، يتعرضون للتعذيب في السجون، عاشوا حياة يعني لم يكن أحد يتصور أنه سيصل إليها خلال 4 سنوات. وبالتالي لو تمكننا أو تمكنت المشاورات من الخروج بالإفراج عن هذا العدد الكبير من المعتقلين، وأتوقع أنه سيواجه عراقيل كثيرة، لا أعتبره الناس يعني إنجاز، ما بالك بالملفات الأخرى التي هي أيضا لا تقل أهمية، خصوصا الملف الاقتصادي الذي أيضا كان قرب الاتفاق نحوه، لكن وجه بعراقيل في اللحظات الأخيرة واستثني من الاتفاق، كما استثني أيضا ملف تعز وملف مطار صنعاء. وبالتالي لا تزال كثير من الملفات معلقة، ربما تؤجل إلى جولة لاحقة. نعم، إذن لو تحدثنا عن هذه الملفات التي تم الاتفاق بشأنها، أولا ملف الحديدة، هل تجد أن الاتفاق الملقى عليه عملي وواقعي أيضا، وهل يعني في صالح من كان الاتفاق بمعنى صح؟ ما ظهر إلى العلن الاتفاق ببنوده التي أعلنت هو اتفاق فيه من العمومية وفيه بنود مطاطة. نعم. قد يفهمها كل طرف بطريقته وكل طرف يجده انتصارا. نعم. له بحسب مصلحته. وبالتالي إذا لم يكن هناك مرفقات أو ملحقات فيها تفاصيل أكثر تحديدا وأكثر وضوحا تشرح آليات التنفيذ لما ورد. نعم. في ما هي النقاط التي تجد أنها مطاطة؟ مثلا الحديث عن من سيتولى تأمين الموانئ والمدينة وما حولها، كيف ستتم عملية الانسحاب ومن سيشرف عليها، من سيدير الجوانب الإدارية والخدمية للمدينة والميناء بشكل عام. هذه البنود وردت مطاطية، لكن بحسب معلومات من داخل المشاورات أن هناك ملحقات تضمنت تفاصيل. لما لم تنشر يعني؟ هو النشر يقال بأنه اكتفى بنشر البنود العامة للاتفاق، بينما التفاصيل التي ستسلم إلى فنيين سواء من التابعين للأمم المتحدة أو من اللجان المشتركة التي ستشكل بتوافق بين الطرفين، هي من ستكون معنية باستلام هذه الملحقات التفصيلية والعمل بناء على ضوءها، وإلا فسنجد أنفسنا أمام حالة عائمة وأرضية غير ثابتة إذا ما استندنا فقط إلى هذه البنود المعلنة التي تم نشرها اليوم. نعم، اسمح لنا أستاذ علي أن ينضم معنا الأستاذ مروان دماج، عضو الوفد الحكومي في
مشاورات السويد من هناك. مساء الخير أستاذ مروان. أهلا، مساء النور. إذا انتهت مشاورات السويد أستاذ مروان، ما هو تعليقك على نتائج هذه المشاورات؟ والله حقيقة الأمر هو نستطيع نقول أنه هي عكست حالة الموقف الدولي، وأكثر مما عكست حقائق الأرض والصراع. لكن في تقديري أنه علينا أن حتى الوثائق التي تم إنجازها لا زالت تحتاج إلى جهد على الأرض، وتحتاج إلى إدارة عالية جدا وإلى كفاءة في إدارتها لكي نتمكن من التنفيذ. الجديد في اتفاقية الميناء أنه المسؤولية ليست فقط على الجانب المحلي، ولكن هناك أيضا جزء من إدارة هذا الملف يتولاه المجتمع الدولي. مع إدراكنا أولا مدى كفاءة المجتمع الدولي وطريقة عمله وما يثيره عادة من علامة استفهام حول القدرات البشرية وإمكانياته، سواء ربما يبالغ يعني هو في أنه قادر على تنفيذ بعض الملفات، بينما على واقع الأرض هناك أكثر من علامة استفهام. نعم هذه علامات الاستفهام أستاذ مروان، من سيجيب عليها؟ نعم، علامات الاستفهام التي تتحدث عنها من سيجيب عليها؟ يعني نحن وجدنا أن أنا أريد أن أشير إلى جانب آخر. أنه القضايا والاتفاقات التي كانت تمثل خدمة مباشرة للمواطنين اليمنيين تم تعطيلها بشكل متعمد وبدون أي سبب من قبل الميليشيات الإنقلابية، خاصة فيما يتعلق بالمطار، فيما يتعلق ببعض القضايا تم تعطيلها بشكل متعمد. هذا ما تقوله أنت كعضو وفد حكومي في المشاورات. ما يقولونه هم أيضا أن الجانب الآخر هو من عرقل وهو من كذا، فبالتالي يعني في ظل هذه الاتهامات المتبادلة فعلا لن يصل المواطن إلى حل حقيقي لهذه الإشكاليات. كيف سيتصرف المجتمع الدولي مع هذا الأمر؟ ليس المجتمع الدولي، هو إذا أردنا أن نقيم الأوراق علينا مثلا فيما يتعلق ببعض قضايا المطار، نعم، يجب أن يتم الاتفاقات التي كان تم التوصل إليها، وعلى ضوء يمكن واحد يصدر تقييم تقدير موضوعي بعيدا عن دعاوي حتى الطرفين. نقول يعني يجب أن نقرأ وأن نستمع إلى الدعاوي. أنا أتفق معك في هذا الجانب، نعم، أن نطلع على ما كان من المفروض أن يتم. لكن عموما يا أما أن تكون هذه فاتحة لمسار مختلف، أو أن يكون طريقنا مع الميليشيا هو ما نعتقده بأن هذه الجماعة فرضت الحرب على البلد، وهي لن تحيد عن طريق الحرب وعن طريق القوة أبدا. نعم، إذن هناك يعني من يتحدث أن الطرف الحكومي قد قدم تنازلات كثيرة بسبب ضغط من التحالف، الذي يعني هو يتعرض بدور آخر لضغط دولي، خصوصا مع قضية خاشقجي وإلى آخره. هل ذلك صحيح؟ ألو؟ نعم أستاذ مروان، ما زلت معي، هل سمعتني؟ نعم كنت سألتك يعني حول ما إذا كنتم فعلا تعرضتم كوفد حكومي لضغوطات من قبل التحالف، الذي يتعرض هو الآخر لضغوطات دولية بسبب قضية خاشقجي والملف الإنساني المتعلق به. الملف الإنساني متعلق بماذا؟ بالتحالف، يعني لأصبح ملف الإنساني ثقيل بالنسبة لما يحدث في اليمن. أستاذ مروان ما زلت معي؟ ألو ألو ألو، نعم أيوه. أنا أسمعك جيدا، هل يعني سمعت؟ الصوت يتقطع أحيانا. هل سمعتني؟ الآن صوتك واضح، تفضلي. تقصدي على الأجواء التي دارت فيها المفاوضات؟ لا نعم، يعني هل هناك ضغوطات مورست عليكم من قبل التحالف لتوافقوا على هذه البنود؟ أنا أقول أن الأجواء التي
التي دارت فيها المشاورات شهدت حضور دولي كبير جدا ومتابعة دقيقة من المجتمع الدولي وبالذات من السفراء الدول الخمس. فيما يتعلق بهذه المتابعة هذا الأمر صحيح بالتأكيد وبنسبة كبيرة جدا. أستاذ مروان، أنا سألتك تحديدا حول ما إذا كنتم تعرضتم لضغوطات من قبل التحالف لأجل القبول على هذه الاتفاقات. يعني أستطيع أقول لك أنه كان في اهتمام كبير من المجتمع الدولي وكان يتابع لحظة بلحظة. نحن كأفراد كنا بعيدين عن جزء من مما يدار مما النقاش الذي يدور داخل يمكن هذا المجتمع الدولي أو الدول الراعية، لكن حاولنا أن نعمل بقدر الإمكان ضمن الملفات المتعلقة بنا. كل فريق كان هناك عليه ملف وحاول أن يبذل جهد فيه، وأعتقد أن الحوثيين كانوا لديهم استراتيجية قائمة على إعطاء انطباع أنهم سيمررون كافة القضايا الإنسانية، ولكنهم في الأخير عطلوا جميع القضايا ومرروا القضية الوحيدة التي كانت متعلقة بموضوع الحديدة فقط. نعم. أما بقية القضايا فالتقدم فيها كان ممكن ولكن للأسف هم لم يظهروا أي اهتمام. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ مروان دماج. يبدو أن سؤالي لم يصل إليك بشكل واضح. عضو الوفد الحكومي في المشاورات كنت معنا من هناك عبر الهاتف. إذا عودة إليك أستاذ علي. أستاذ علي، يعني هناك من يتحدث فعليا أن حدثت ضغوطات على الوفد الحكومي من قبل التحالف لأجل الخضوع والقبول بكثير من الاتفاقات التي يجد البعض أنها مجحفة بالنسبة للشرعية. في النهاية التحالف هو جزء من هذا المشهد بكامله، وبالتأكيد هو معني أيضا بالمشاورات التي دارت، والمجتمع الدولي يتخاطب معه بشكل مباشر على اعتبار انه طرف. ولو لاحظتي انه يعني قبل ان يصل الامين العام للامم المتحده الى السويد اجرى اتصال بولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، واجرى اتصال بالرئيس عبد الرب منصور هادي، وقبلها كانوا مسؤولين يعني اوروبيين تواصلوا مع ايران على اعتبار انه هذه الاطراف الاقليميه ايضا لها دور، تلعب دور في تعقيد الصراع داخل اليمن او حلحله الصراع. بالتالي خاصة كما ذكرتي أن التحالف صار معني بشكل رئيسي ومباشر بالجانب الإنساني على اعتبار ما دام هو الطرف الرئيسي في الحرب فهو في النهاية أيضا يتحمل هذه يعني التبعات الإنسانية. هو يعني معني أمام المجتمع الدولي بإحداث حلحلة في الأزمة، بالتالي بالتأكيد أنه سيوعز إلى الطرف الحكومي بأن يمضي باتجاه الموافقة على القضايا الإنسانية، خصوصا أن الطرفين سواء تحدثنا عن الطرف المحلي الذي هو الوفد وفد الحكومة الشرعية أو التحالف العربي تلقوا بحسب معلوماتنا ضمانات من الأمم المتحدة ومن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بأنهم سيشرفون بشكل مباشر ويتابعون بشكل دقيق تنفيذ هذا الاتفاق من خلال اللجان التي ستشكل على الأرض بإشراف أممي، حتى أنه أبلغوهم بأن اللجان التي ستشرف على إدارة الميناء والمحافظة واللجان التي ستشرف على الجانب الأمني وجانب الانسحابات، يعني خاصة اللجان الأممية أتحدث، لجان محددة بالأسماء و يعني الآليات التي استعمل بها، مما منح الوفد الحكومي والتحالف يعني تشجيع للقبول بهذه الخطوة، ولو حتى يعني تأتي من باب اختبار جدية الحوثيين في القبول بتسوية سياسية حتى وإن بدت فيها الحكومة الشرعية مغلوبة. الذي حصل في المشاورات بشكل عام، أحب أن أعطيكم المشاهدين صورة أنه كانت خلال المشاورات هناك استراتيجية لدى الحوثيين في البداية أن يقبلوا بكل شيء، وافقوا على كل البنود على الاتفاقات التي طرحت في كل في الملفات الستة بغرض انتظار الرفض من الجانب الحكومي. الجانب الحكومي وافق بدوره على هذه الملفات، فشعروا مما دفع الطرف الحوثي، وهذه معلومات من داخل أروقة المشاورات، مما دفع الحوثيين أمس مساء أمس وبعد وصول أمين عام الأمم المتحدة، لأنه حين رتب المبعوث الأممي للأمين العام الأمم المتحدة ليصل لحضور اختتام المشاورات كان هناك معلومات بأن الأمور تسير بشكل إيجابي في كل الملفات وبأنه سيتم توقيعها. صحيح.
فمساء وبعد يعني خلال وصول الأمين العام المتحدة يكتشف المنظمين بأن معظم الملفات تراجع الحوثيون عن الاتفاق عليها، حتى يعني شعروا بإرباك إنه كانوا يتحدثون عن إيجابية والآن لا شيء. بالتالي كانت المساء يعني العبارة عن شد وجذب. وافق الحوثيون بانتظار رفض الحكومة، الحكومة في النهاية وافقت وتركت الرفض للحوثيين، خاصة في مجال في ملفين، ملف مطار صنعاء وملف منافذ فتح المنافذ والجوانب الإنسانية في تعز، خصوصا أن ملف مطار صنعاء ظل هو بالنسبة للطرف الانقلابي شماعة أو عنوان كبير يرفعه لادعاء المظلومية والحصار وبأن المطار مغلق. هذه المرة هو الذي رفض فتح المطار على اعتبار أنه يرفض التفتيش في عدن، وبدأ الأمر غريب حتى للمتابع العادي، كيف يستطيع الحوثي أن يقبل بالتفتيش في بيشة ولا يقبل بالتفتيش في عدن، يعني على اعتبار أنه يدعي أن عدن ليس تحت سيطرة الحكومة الشرعية وأنها أو ما يسميها حكومة الرئيس هادي وهي تحت سيطرة الإمارات السعودية. طيب أنت تقبل أن تذهب إلى بيشة وهي يعني أساسا مدينة سعودية، يعني كان هناك تناقض واضح والغرض بتقديري. لكن مع ذلك أستاذ علي يعني يظهروا للإعلام ويتحدثون عن تعنت الطرف الآخر ونحن وافقنا على النقطة الفلانية، ويتحدثون بحجج ربما تبدو منطقية لمتابعينهم بأنهم يعني كانوا على العكس قدموا تنازلات كثيرة ولكن الرفض أتى من الطرف الآخر. يعني ربما أيضا مطار صنعاء يعني ما أعرف أنهم يرفضونهم منذ البداية، يعني مسألة التفتيش في عدن كان هناك رفض واضح لهذه النقطة. هو فيما يتعلق بالمفاوضات والمناورات هم لديهم مهارة عالية وليست سهلة، يعني على الأقل حتى في إخفاء تعنتهم يظهر وهو يتحدث عن مصالح الشعب وأنه يسعى إلى تخفيف الوضع الإنساني وتخفيف المعاناة عن الناس، وهي نفس الأسلوب يعني الإيراني في المفاوضات خلال العقود وهي تتفاوض حول الملف النووي. بالتالي عندما نأتي إلى التفاصيل وإلى دراسة، أنا وصلت للبنود التي كانت مطروحة فيما يتعلق بمطار صنعاء وكانت يعني تبدو ليس فيها ما يدعو إلى الرفض، يعني أنه الأمم المتحدة يعني وضعت من ضمن المقترح أن تشرف على عملية التفتيش في مطار عدن، وكان في البداية كان هناك قبول حوثي ببند التفتيش في عدن لأنه في النهاية الأمم المتحدة حاضرة، وما دام الحكومة قبلت بإشراف أممي على الأقل على الجانب يعني الفنية الإدارية يعني فمن الطبيعي نوعا ما. نعم، لكن هناك تمسك بقضايا معينة حتى تظل الصوت، يعني هي تريد أن تقول بأن صنعاء محاصرة وبأن مطارها مغلق وهي مظلومية تحاول أن تكسب من وراها زخم، أيضا لأنها تشعر بأنها هي كحركة لن تستفيد منها لسفر القيادات العسكرية والنشطاء وقيادات الحركة، فبالتالي هي أساسا لا يهمها الشعب، الشعب يسافر ما يسافر ليست يعني ليست نقطة محورية. ومع ذلك أستاذ علي يعني هم ليسوا أيضا محاصرين بالشكل الحقيقي القيادات بالذات، يعني هي تتنقل وتذهب كيفما تشاء بطائرة الأمم المتحدة بطائرة عمان، لكن من هو محاصر فعليا؟ هم المواطنين، هي يعني لم تخسر شيء سواء فتح مطار صنعاء او لم يفتح. لو عدنا لملف الحديدة، يعني موضوع البنك المركزي، هل هناك تفصيل حول اي بنك مركزي؟ هل الذي في الحديدة ام في عدن؟ من المسؤول الرسمي او المباشر عليه؟ هل لديك اي معلومات حول ذلك؟ انا تكلمت مع يعني أصدقاء حضروا المشاورات وكانوا حاضرين أثناء النقاشات التفصيلية حول هذا الأمر. هم تحدثوا عن توريد الإيرادات الموانئ الثلاثة اللي هي ميناء الصليف، ميناء رأس عيسى، ميناء الحديدة إلى 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 البنك المركزي أو إلى فرع البنك المركزي في الحديدة ليقوم بعملية صرف الرواتب لمحافظة الحديدة ويعني غيرها من المحافظات. بدأ تحدثوا عن البنك المركزي في الحديدة وكأنه وحدة مستقلة، شبه مستقلة يعني، وسيكون الإشراف الأممي حاضر. طبعاً الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هم يعترفون بشرعية البنك المركزي في عدن ويتعاملون معه. الإيداعات النقد الأجنبي يعني تورد إلى البنك المركزي في عدن، وبالتالي كحل وسط أو على الأقل لقطع الأعذار التي يسوقها الحوثي، لأنهم هم أساساً عطلوا الملف الاقتصادي، النقاش في الملف الاقتصادي لأنهم رفضوا رفضاً قاطعاً لاعتراف البنك المركزي في عدن، وبالتالي
بدأ الحديث فيما يتعلق بتوريد إيرادات ميناء الحديدة إلى البنك المركزي هناك في الحديدة، وكأنه وحدة مستقلة ستقوم بصرف الرواتب لموظفي الخدمة المدنية، وربما يتم بعد ذلك عن طريق البنك نفسه صرف الفوائض إذا كان هناك فائض من الإيرادات لمحافظات أخرى بنفس الآلية التي يتم من خلالها الصرف في عدن. نعم. إذن اسمح لنا أن ينضم معنا الأستاذ عبد العزيز الهداش الخبير العسكري من الرياض. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. مساء الخير والعافية وتحية لك ولضيفك الكريم. نعم أستاذ عبد العزيز، بالنسبة للاتفاق في ملف الحديدة، كيف تجده من خلال انسحاب القوات العسكرية، من خلال عودة القوات الأمنية التي يعني ربما لم تحدد بشكل واضح التابعة لمن، ما هو رأيك؟ والله أنا أرى أن الحوثي حقق انتصار بلا معركة. فلو فرض يعني أول حاجة بالنسبة للقوات الأمنية، أعتقد الحوثي انتصر انتصار رهيب، فهو تسليم الحديدة للقوات التي سلمت الحوثي في عام 2014. فبالتالي أو لو تخيل في قبل الوضع قبل سنة، القوات التي كانت تسيطر على الحديدة قبل سنة هي من ستتولى المهمة الأمنية في الحديدة، يعني الحوثي هو بيتولى المهمة الأمنية. هذا من جانب. قضية انسحاب القوات العسكرية، الحوثي الأفراد الذي لديه في داخل الحديدة ليس لديه قوات ثقيلة، وقوات ثقيلة محدودة ويمكن يسحبها بغير تأثر. أما بالنسبة للمقاتلين حقه فهم عبارة عن ميليشيات أو أفراد سوف يستمرون داخل الحديدة، بينما الذي سوف تنسحب أمام العالم وتجبر على الانسحاب بشكل رسمي هي القوات المشتركة والقوات التابعة للتحالف أو للشرعية، وبالتالي تبقى قوات الحوثي داخل الحديدة، والانسحاب سوف يكون انسحاب صوري أو شكلي، سوف يسحب مجموعة محدودة من الدبابات، بينما الأفراد سوف يظلون داخل الحديدة. فبالتالي الحوثي حقق انتصار ساحق في هذا هذه المفاوضات. ما حصل هو إعادة ضبط المصرع الى ما قبل سنه او لا ما قبل 6 شهور، وان وفي احسن الاحوال الى ما قبل عام 2014. القوات الامنيه التي سلمت الحوثي الحديده هي نفسها سوف تظل في الحديده، وبالتالي الحوثي حقق انتصار، ولا يمكن وصف الامر هذا بأن طبعا كل طرف يدعي أنه انتصر، الشرعية تقول أنها انتصرت، أنها أجبرت الحوثي لأول مرة على الانسحاب، والحقيقة أنه سوف يكون انسحاب صوري. ثانيا، من المجلس المحلي الذي سوف يدير الحديدة؟ هل المحافظ المعين من قبل الشرعية أو المحافظ المعين من قبل الحوثيين؟ وهل يجرؤ أي مواطن هرب من الحديدة من بطش الحوثي إلى العودة إليها لتلقي القوات الأمن الحوثية التي سوف تتولى إدارة الحديدة فيما بعد؟ ما حصل هي فضيحة، ما لم يستطع الحوثي أن ينجزه يعني عسكريا في الحفاظ على الحديدة، أنجزه بالمفاوضات. وما حصل هو إملاء، وليس ضغوط، بل إملاء على الشرعية للقبول بهذا. نعم، لكن أستاذ يعني ما ورد أيضا بخصوص الحديدة أن هناك انسحاب للحوثي عبر مراحل، يعني ستكون هناك مرحلة أولى يتم الانسحاب فيها ثم مرحلة أخرى، يعني هذا حسب ما تم الحديث عنه. أيضا هناك تفصيلات ربما لم تلحق بالنقاط التي وردت فيها تحديد من هي القوات الأمنية وتفصيلات كثيرة في هذا الملف. يعني الشرعية تتحدث بحديث المنتصر في هذا الملف، والحوثيين حتى لو لاحظت حديث محمد عبد السلام لم يكن بذات القوة، تحدث أن هناك انسحاب للطرفين ومر على موضوع أو ملف الحديدة سريعا، لم يتحدث عن إنجاز كبير لهم في هذا الملف. الحقيقة يا أختي الكريمة، يعني أنا لا أستطيع أن أتي بلغة دبلوماسية. الذي بيحصل الآتي، الحوثي بيسحب على مراحل، بيسحب القوات الثقيلة اللي هي بضعة دبابات وعشر قطع مدفعية، بينما الميليشيات حقهم أفراد عاديين، مواطنين عاديين، جلبهم من عدة محافظات بيقيموا في الحديدة بشكل رسمي على أنهم مواطنين وهم مسلحين وجاهزين. القوات الأمنية بعد أن تكلموا الناس على الشرعية على أنها فضيحة، بدأوا يتكلموا أن في قوات أمنية وأن في هناك ملحق وأن هناك كذا، وهذا الكلام غير صحيح. في الاتفاقيات أو في الاتفاقيات التي مثاله يتم تحديد من هي القوات الأمنية، وأعتقد البيانات الأولية في التصريحات الأولية في المؤتمرات الصحفية الأولية على أنها القوات الأمنية المحلية التي في الحديدة، يعني القوات إما القوات الأمنية الحالية أو في أحسن الظروف القوات التي كانت في عام 2014، وهذولا
هم كانوا تبع المؤتمر وتحوثوا، يعني عاد الضبط المصنوع على الحديدة قبل 6 شهور أو قبل سنة تقريبا قبل أن تبدأ معركة الساحل الغربي. نفس القوات الأمريكان الحوثي لا يمتلك قوات مقاتلة داخل الحديدة لأن جبهات القتال بعيدة. كانت تدير الحديدة مجموعة من يعني القوات الأمنية التي سوف يحال إليها إدارة الحديدة مرة ثانية. فانسحاب الحوثي سوف ينسحب قدام العالم، سوف ينسحب مجموعة من الدبابات، مجموعة من قطع المدفعية، لكن المقاتلين حقهم أفراد والقوات الأمنية موالية له. هي كانت تبع المؤتمر ثم تحوثت، يعني كما حصل لكثير من قطاعات الجيش. يعني الكلام الذي يقوله أصحاب الشرعية لا يستطيعون أن يحددوا اللي هم الوفد التفاوضي حق الشرعية من أين سوف يأتون بالقوات الأمنية من الخارج. ما حصل فضيحة بكل المقاييس، الفضيحة بدأت من بداية المفاوضات، ما فيش الحوثي وصل يعني بطاقم متكامل بالقنوات الإعلامية حقه والشرعية راقدة. بعد ذلك الحوثي كانت لديه كشوفات جاهزة والشرعية بدأت تجمع الكشوفات من مواقع التواصل الاجتماعي. الحالة الثالثة الذي حصل الآن، لماذا لم ينطبق نفس الامر؟ كان بامكان الشرعيه ان تساوم على تعز مقابل الحديده، ولكنهم ابعدوا تعزنا من هذه المعادله نهائيا. كل الكلام عام وكلام عايم، حتى قضيه تفصيل القوات الامنيه هي وردت بكلام عايم. لكن كل طرف يستطيع ان يدعي الانتصار. الشرعيه تقول انه لاول مره الحوثي سوف ينسحب، نعم سوف ينسحب ولكن انسحاب صوري، لان الميليشيات والافراد المقاتلين حقه سوف يظلوا داخل العديده. لكن استاذ عبد الهادي، يعني عفوا عبد العزيز، يعني الا تعتقد ان هذه النقطه ايضا هي تعد في صالح المواطنين المدنيين؟ يعني هناك الالتزام بعدم استخدام اي تعزيزات عسكريه لكلا الطرفين، تسهيل حركه حريه الحركه، فتح الممرات لوصول مساعدات انسانيه، إزالة جميع المظاهر العسكرية، كل ذلك يعني ألا يعد، إزالة الألغام أيضا في المدينة وموانئها، ألا يعد ذلك نوعا ما لصالح المدنيين في نهاية الأمر؟ هم الأهم يعني. إذا ما كان فيش داعي للعملية العسكرية، إذا نظرنا لصالح المدنيين من البداية، ما كان فيش داعي للعملية العسكرية من بدايتها. الحوثي سوف يزيل الألغام، أكيد بيزيل الألغام لأنه لم تعد هناك القوات التي كانت تهدد وجوده لم تعد موجودة وسوف تنسحب. فتح الممرات كانت مفتوحة قبل سنة، ما كان في مشكلة قبل سنة. إذا اللي كان يعني ظهرت قدام العالم على الشرعية هي التي اختلقت الأزمة هذا، أو قوات التحالف أو القوات المشتركة حسب المسميات، ما قد اتفقنا شيء على اسمها حتى الآن. أنا أستطيع أن أقول لك وللسادة المشاهدين أن ما حصل فضيحة للشرعية بكل المقاييس، وحصل إملاء والشرعية وقعت وهي مغمضة. لا أريد أن أعلق على كلام الأخبر وأن دماج، لأنه قال في محضر الدهي عليك سمعت، يعني أنه مورث الضغوطات سمعت، وكلمة سمعت في هذه الحالة عبارة عن أنهم كانوا مغيبين، طلب منهم التوقيع. ما حصل يا أختي الكريمة هي فضيحة بكل المقاييس السياسية والعسكرية والإعلامية والشرعية. فقط الآن لو سألت أي واحد منهم من هي القوات الأمنية التي سوف تدير الحديدة، طيب بلاش هذا، هل يستطيع أحد المواطنين الذين هجرهم الحوثي من الحديدة قبل سنتين أو قبل 3 سنوات أن يعود إلى الحديدة بعد هذا الاتفاق؟ لا، سوف يتم القبض عليه أو سوف يقتله أفراد الحوثيين الذين سوف يتواجدون زي عسكري داخل المدينة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد العزيز الهداش الخبير العسكري، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ علي، ما هو تعليقك على حديث الأستاذ عبد العزيز؟ استمعت يجد أنه يعني كل شيء في صالح الحوثي، سواء كانت اللجنة الأمنية هي الموجودة حاليا هي عبارة عن ميليشيا، أو التي كانت في 2014 وهي التي سلمت الحديدة. المخاوف التي طرحها تبدو منطقية إلى حد كبير يعني، واليمنيون جميعا يتساءلون هذه الأسئلة نفسها. نعم، وما لم تتضح خلال الأيام المقبلة آلية عمل أو آليات تنفيذ هذه البنود التي أعلنت، والبنود أو المرفقات الملحقات التوضيحية ل يعني آلية التنفيذ، فأعتقد أنه فعلا الناس ما بدأ في الظاهر هو أنه تحقق للحوثيين الهدف من هذه من السعي هذه المشاورات أو استجابتهم لهذه المشاورات. هم أساسا كانوا يهدفون إلى إيقاف معركة الحديدة لأنهم شعروا بأن المدينة ستخرج من أيديهم، والمجتمع الدولي أيضا كان يرقب بأنه
باتت الحديدة المدينة والميناء يعني مطوقة بالقوات التحالف والحكومة الشرعية من أكثر من جهة، وفي وقت قريب كانت ستصبح تحت سيطرتهم. وبالتالي ما يظهر للعامة الآن للناس جميعا هو أن الحوثيون حققوا الهدف من هذه المشاورات، وهي إيقاف العمليات العسكرية في الحديدة والبقاء داخلها. هل سيكسبهم هذا الاتفاق استمرار السيطرة مع الحصول على غطاء شرعي واعتراف أممي؟ هذا خيار وارد جدا إذا لم يكن هناك آليات عملية واضحة لتنفيذ بنود الاتفاق وإلزامهم فعلا بسحب ميليشياتهم. من عن نقطة الأستاذ خالد اليماني وزير الخارجية، احنا تحدث أننا لن ننتقل إلى أي مشاورات أخرى أو أي تحركات أخرى إلا بعد تنفيذ كامل لكل هذه النقاط، هل تجد أن هذا موقف قوي يحسب له؟ المواقف النظرية نسمعها كثيرا، لكن في النهاية وقت التنفيذ يبدو الأمر مختلفا تماما، لأنه في النهاية هو مسؤول حكومي مرتبط بمنظومة كبيرة، سواء تحدثنا عن الحكومة اليمنية والرئيس هادي والتحالف العربي والأطراف الدولية الراعية لعملية السلام، هي في النهاية كلها تضغط لتصنع واقعا جديدا. وبالتالي إذا كان هناك مخطط دولي لتمرير هذا الاتفاق يعني من طرف واحد في الحديدة، لأنه في النهاية هو كما ذكر ضيفك يستطيع أن يشاهد العربات والقطع العسكرية التابعة للقوات المشتركة على أطراف مدينة الحديدة، بينما أصبحت الميليشيات الحوثية متغلغلة في عمق المدينة والميناء وحفرة الخنادق والأنفاق داخل المدينة، وتتواجد فيها يعني ما لم يكن هناك آلية واضحة ومحكمة وإرادة دولية أيضا. لا ننسى أن الإرادة الدولية ممكن تميع هذا الاتفاق ويصبح كما تحدثنا قبل قليل فقط مجرد منح الشرعية للحوثيين للسيطرة على المدينة والميناء. وجود هذه أو اختبار هذه التفاصيل ومدى صلاحيتها للتنفيذ على الأرض هو من سيحدد من الذي نجح في هذه الجولة من المشاورات. بينما الواضح الآن ما اتضح الصورة أن الذي نجح هو الأمم المتحدة، هي كانت تسعى لعقد جولة مشاورات جمع الفرقاء إلى طاولة واحدة، يعني إقناعهم بالتوقيع على اتفاقات، هذا ما حدث اليوم. بعدها التنفيذ سيوضح هل سيستفيد الشعب اليمني فعلا من هذه الاتفاقات ويحصل على الأقل على حلول في ملفات جزئية. نعم، إذن دعني أن أقول هذا السؤال لضيفنا الذي سينضم معنا الأستاذ هاني الأسودي رئيس مركز حقي لدعم الحقوق والحريات من السويد. مساء الخير أستاذ هاني. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. إذن أنقل لك سؤال أستاذ علي الذي طرحه، هل فعلا سيستفيد الشعب اليمني من نتائج هذه الاتفاقات؟ سيدتي العزيزة، لم تتم اتفاقات هنا في السويد، كلها مجرد تفاهمات، لم يمضي الطرفان على أي اتفاق إلا بخصوص الأسرى، وهذا الاتفاق تم قبل الحضور إلى السويد. صراحة نصيبنا هنا بخيبة أمل كبيرة من هذه التفاهمات، حضرنا وحضر المبعوث الأممي وحضر الأمين العام للأمم المتحدة ووزراء خارجية وسفراء الدول 18، من أجل ماذا؟ من أجل أن يخرج ينقلب الحوثيين في اللحظة الأخيرة على كل الاتفاقات والتفاهمات التي كانوا عليها. نعم، لما لا يتحدث المجتمع الدولي بوضوح مع العالم؟ يعني تنتهي المشاورات بعد انقلاب الحوثيين على هذه التفاهمات كالعادة، يعني هو ينقلب على أشياء تم التوقيع عليها، فما بالك بمجرد تفاهمات لم يتم التوقيع عليها، ويخرج العالم يقول نعم لقد أنجزنا إحرازا وتقدما كبيرا في ملف كذا وكذا، لما لا يتم التحدث بوضوح؟ دعينا أولا نتحدث عن هذه الإنجازات. ما هي؟ التفاهمات بشأن تعز لتشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لإعادة الانتشار، ولم تحدد صلاحية هذه اللجنة، تركت للجنة نفسها. ما هي صلاحية هذه اللجنة؟ لا أحد يدري. ما هي آلية العمل التي ستقوم عليها؟ لا أحد يدري. مجرد تفاهمات عائمة لا تستطيع أن تمسكيها من أي طرف كان. بالنسبة للحديدة أيضا، بالرغم من أن اتفاق جيد نوعا ما، ولكنه ملغم بتلغيمات من ناحية البند الأخير المتعلق بالشرطة، ومع الأخذ في الاعتبار الاشتراطات السياسية والسلطة المعينة. بالرغم من وجود 14 يوم للانسحاب من ميناء الحديدة ثم 21 يوم للانسحاب من المدينة، إلا أنه غير واضح إلى من ستسلم المدينة. تلغيمات واسعة في هذه الاتفاقات، الحوثيين دأبوا على ذلك
واعتقد ان الامم المتحده، نعود الى السؤال، لماذا الامم المتحده لا تدين ذلك؟ لا تدين ذلك لان المبعوث الاممي يتعامل بكونه وسيط ويقول انا اذا اذلت احد الاطراف لن يتعامل معي مستقبلا. ألا تستطيع الأمم المتحدة أن تفرض آلية تعاملها مع أي طرف؟ يعني للأمانة نجد أن هناك سيدتي الكريمة، يستطيع المجتمع الدولي ويستطيع مجلس الأمن وتستطيع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن أن يفرض ذلك. نحن نعرف أن هناك قرار صادر لليمن 22/16 تحت البند السابع، وتقدر الأمم المتحدة والمجلس الأمن أن ينفذ قراراته، ولكن هناك تساهل لأن اليمن ضمن الصفقة كما هو معروف تنعقد بين أمريكا وإيران من ناحية، وهي أيضا تسبب عمليات ضغط يضغط بها المجتمع الدولي على بعض دول التحالف. أعتقد أن قضية اليمن أصبحت للمتاجرة من قبل المجتمع الدولي، وهذا ما هو وهذا سيء جدا. أتت صراحة، أنا أشيد بالحكومة الشرعية في هذا الموقف، أتت تحمل قضايا إنسانية محددة، فتح مطار صنعاء، فك الحصار عن مدينة تعز، البنك الملف الاقتصادي، توحيد البنك المركزي ودفع كل المرتبات لموظفي القطاع المدني في اليمن. أعتقد أن هذه كانت ستحل كثير جدا من الأزمة الإنسانية الموجودة، ولكن هناك تعنت حوثي واضح جدا لأنه يريد المتاجرة بهذه الملفات الإنسانية. صراحة رغم الهالة الإعلامية التي خرج بها الجميع اليوم باتفاق ريمبو، أن هناك اتفاق في ريمبو في ستوكهولم كان جيد جدا، ولكن حقيقة أنه ملغم بكثير من الأشياء. نعم. يعني الذي حصل فيه مجرد تصورات، لم يتم التوقيع على شيء. نعم للأسف شديد، يعني ربما هذا ما وصل للمتابعين. أمسينا يوم أمس ونحن كلنا تفاؤل أن غدا سيتم التوقيع على كثير من القضايا التي ستحل الأزمة اليمنية وستريح اليمن، وسيلبس الشارع اليمني انفراجا في الحالة الإنسانية. أصبحنا على خلاف ذلك تماما. نعم، هذا ليس بالأمر الجديد، وهي أطلقها الحوثيون، لا ولم يستطع المجتمع الدولي ان يلزمهم بشيء. نعم، شكرا جزيلا لك هاني الاسودي، رئيس مركز حقي لدعم الحقوق والحريات، كنت معنا عبر الهاتف من السويد. اذا هذا هو، يعني انا استغرب فعليا، يعني كثير من الاتفاقات التي تم التوقيع عليها، ربما ذكرها الاستاذ خالد اليماني في حديثه، 75 اتفاق منذ الحرب ولم يتم تنفيذ اي شيء منها، فما بالك بمجرد تفاهمات لم يتم التوقيع عليها. لو تعرضنا سريعا لموضوع تعز، تشكيل لجنة في هذا الأمر، يعني شعر الناس بحزن شديد للتعامل مع تعز فعليا كقطاع منفصل، وكأن من في الحديدة بشر ومن في تعز ليسوا كذلك، لماذا برأيك؟ هذا هو يندرج ضمن توظيف الأمم المتحدة للقضايا الإنسانية لعمل سياسي ومصالح الكبار فقط. يعني تعز لم تتحرك الأمم المتحدة لفك الحصار عن تعز منذ قرابة 4 سنوات، بينما تحركت في موضوع الحديدة ووصل المبعوث الأممي إلى داخل المدينة بينما المعارك دائرة، وبينما هم كانوا كل مرة يتعذرون بعدم النزول إلى تعز، حتى على مستوى موظفين أمميين صغار يقولون بأن الوضع الأمني ليس مهيئ للنزول بحسب المعايير الأمنية التي تضعها لهم الأمم المتحدة. كان واضح التعامل مع تعز بأنها ملف ليس مهم بالنسبة للأمم المتحدة، أيضا بالنسبة للتحالف ليست مهمة إلى حد كبير، وتركوا تعز في الهامش، أخذوا من تعز فقط اللصق. يعني هي ليست مهمة للمجتمع الدولي وليست مهمة للتحالف، أليست مهمة للشرعية؟ ألا يفترض أن تكون مهمة؟ يفترض أن تكون كذلك، يفترض أن تكون مهمة للحكومة الشرعية. وكان هناك بحسب ما تابعناه من قبل الفريق المختص بقضية تعز، طرحوا القضية بشكل واضح وقوي. أنا تابعت تصريحات الأستاذة رنا غانم في هذا الجانب، وهي كانت في الفريق المخصص لمناقشة موضوع تعز، إلا أنه كما قلت لك يعني تعز بالنسبة لهم لا تشكل أهمية. التحالف أخذ من تعز السواحل، المخا وباب المندب، ويعني المناطق المطلة على البحر الأحمر، وبينما ظلت داخل يعني منطقة يمكن للقتال فيها أن يستمر، ممكن أن تبقى محاصرة دون أن تثير أحد، بينما يرى المجتمع الدولي بأن الحديدة مهمة، هي كانت مهمة أساسا
للحوثي كرئة يتنفس منها. نعم. الحوثي بدون الحديدة لن يستطيع أن يمول معاركه، لأنه يعني جزء كبير من تمويل المعارك يأتي من إيرادات ميناء الحديدة. لذلك يعني الجميع يستغرب، هل يعقل أن يسلمها بهذه البساطة؟ إذا أستاذ علي، يعني وإن غدا لناظره قريب سنجد ما الذي فعليا أسفرت عن هذه المشاورات على أرض الواقع. شكرا جزيلا لك علي الفقيه، نائب رئيس تحرير المصدر أونلاين، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لأن ألتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.